يقول واحد من راح راح يخطب خله حتى ياكل. أيه. هذا رجال ابن حلال علمه له زبده عند رجال وجه فالح. هي. وقال والله اني بخطر هذه الزبه واغديها الله الله يجيبها. يا الرجال وسلم عليه وقال انا بي العزبها اللي عندكم. قال والله انك تستاهل لكن اغدي بك سكر. قال ابد مره ما عندي ايه ما عندي شيء. هو عنده قوم هو لا 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 رموشه اصبر اصبر. يقول الرجال يقول صب لها كاسة اثرها قريب هي وتسمع بكل قوه. يقول يوم من ذاكر يا دافع البن ما عندكم سكر ولا عندكم شيء حطونا تم عندكم شيء بجيب لكم كيسن كامل. يبغى يثبت لهم انه ما عنده. المهم جابوا له الكاسه وخلطها حطها كل ابو الكاسه على الكاسه سكر وقام يخضها. لا والله موقف العود موقف تبغى المره يبغى ما نقوم يا اي. الرجال شرب شوي منها ما نصف. هذا الرجال قال الله اعلم من بيجينا مطر الا صفرت عيونه صفرت. وش رايك مره صفرت؟ قال الشايب الولد قلت له بالسياره ترى السياره قدام يفوت علينا على الرجال. تلقى الرجال واذا راجبته بالتراب. شالوا هالرجال وودوه وعالجوه وعطوه اكسجين وعطوه له غذايات وعطوه ورد الرجال. ويدق التلفون على جوال على ابوها قالت وش علوم الرجال الخطيب الخطيب خطيب السعد. قال والله طاب الرجال قالت من المستشفى روح البيت ان شاء الله لا حد يجيني لا اشوفه بعيني. هذه يا ما جاء الله العافيه وحي والله عن سبته قاعد عزاه انا بيجي يا شيبا لا تصفرون الحين تقول نو ترى انا مصحي وامين اي والله خفف عتيبي ترى يطيح البطن ترى ينشل ترى يطيح في البطن. لا 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 والله اما ابو صالح الدنيا تصفر عندي الحين. لا والله نحن